موقع المنتخب. اليوم رانا متواجدين على مستوى طفراوي يعني في مصنع فياط. هذا المصنع هذا اللي فيه التزامات من طرف يعني مسؤولي شركة فياط من أجل يعني إنتاج وكذلك تسويق أول سيارة في نهاية هذه السنة وبداية السنة القادمة إن شاء الله. المصنع يعني يعرف وتيرة تاع إنجاز جد متسارعة. اليوم كذلك السلطات المحلية يعني شرفنا على تنصيب 3 مقاولات كذلك من أجل أشغال التهيئة الخارجية للمنطقة الصناعية. أنا كنت يعني مرافق للسيد وزير الصناعة وصناعة الصيدلانية إلى إيطاليا، وقمنا يعني بلقاء مع المسؤولين الإيطاليين يعني هناك، وكان يعني جد الالتزام على أن يعملوا من أجل يعني أن تكون أول سيارة مصنعة في الجزائر يعني خلال نهاية السنة هذه وبداية السنة القادمة. كان فيه التحدث يعني كذلك على أنواع السيارات يعني أنواع ماركات فياط اللي رايحين يتم تصنيعهم خلال 3 سنوات القادمة في الجزائر، وكانت يعني زيارة جد مفيدة سواء بالنسبة للإيطاليين من حيث يعني التزامات الدولة الجزائرية، وكذلك بالنسبة لنا احنا كذلك من أجل كذلك إعطاء كل الضمانات على أن تكون الأمور جاهزة إن شاء الله في الموعد المهم.